اثنتان مفعمة بالألم. سيدها ما تعلقش عليها وكانت تصفيق. كمل. نظرتان لاثنتين مفعمة بالألم، وجع ونظرات وثالثهما لا أمل. لا تشاطرها نفس النظرات، هي تتألم بصوت القبور، والأخرى تقتلها أوجاع الأنات. لا هي همها ما يؤرق الأولى، ولا الأولى لها نفس الآهات. قد تنظر وقد تدقق وتعيد الكرات، وفي كل مرة تقول نفس الكلمات. هل يقلن هل يقلن نار عليك يا تونس، أم هن خرسوات؟ صورة، بل هي تنطق معنى وعبارات لإثنتين في مجتمع مخاضه صعب وتدمره الانقسامات. يقولن ولا يقولن، أنا بغطائي وأنا بسدائل شعري لن نرضى أن نكون بهذا الوجع وتحت الآهات. سينطلقن، فأنا أرى ذلك تحت شفرات العين وبين الشفتين، وحتى لو كنا خرسوات. نار عليك يا تونس، هذا سر مخاضي. قلبي عليك يا تونس، هذا هو عتادي. باش نحميك يا تونس كلنا ننادي.